وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والاستثماري السيد أسامة معين. أهلا بك سيد أسامة في نشرة أخبار الثالثة. وبداية، كيف يسهم إقامة مثل هذه المعارض الكبرى في الإسهام في الانتعاش الاقتصادي في مملكة البحرين؟ يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير. وطبعا نقول كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد البحرين، ومنها الآن طبعا افتتاح معرض الخريف. كيف يسهم هذا؟ شوف أخوي، دائما لما نتكلم عن الاقتصاد المحلي، الاقتصاد في أي بلد، نتكلم عن فرعين أساسيين في هذا الاقتصاد: الصناعة والزراعة. الصناعة والزراعة شيئين مهمين جدا لدعم أي قطاع، دعم الـ طبعا دخل الفرد، دخل الدولة، كل هذه القطاعين هذيلا مهمين. تتراوح الصناعة والزراعة بين دولة وأخرى، ولكن عندما تنمو فيهما أحدهما إلى درجة كبيرة، وهذا شيء جيد. إحنا اليوم في مملكة البحرين، وكما تعلم مملكة البحرين طول عمرها مشهورة في النخيل، بالزراعة، عندنا مناطق شاسعة، كانت المياه موجودة بشكل كبير في البحرين، وكانت مشهورة بخضارها وبالزراعة الموجودة فيها. نعم. الآن تحول هذا من أنها زراعة محلية إلى أن تتحول إلى سلعة عالمية، لأن اليوم لو نظرت إلى الموجودين في معرض الخريف وبيدوا يزوروا البحرين من كل العالم. نعم. اليوم في بعض الشركات اللي موجودة في منطقتنا العربية، في منطقة دول مجلس التعاون، كلها زولوا تفتح بعد أفرع لها أو ستاندز موجودة في داخل المعرض. فهذا صار يعني نما بشكل كبير جدا. كيف يؤثر الاقتصاد؟ هذا النمو الذي نراه في داخل هذه البقعة المحدودة من أرض المعارض أو غيرها، هذا النمو هذا فقط هو مثال على ما يجري في قطاع الزراعة في المملكة، وقد نما بشكل كبير. وأيضا الأبحاث الزراعية وطبعا المزارعين وغيرهم والمهندسين الزراعيين يشرفون على تنمية هذا القطاع الهام جدا. فإذا هو قطاع هام يسهم في الاقتصاد المحلي بشكل كبير، ويسهم في أيضا تشغيل الأيدي العاملة اللي هي طبعا البحرينية الموجودة، لها خبرة مورثة من آباء وأجداد في هذا القطاع. نعم. طيب هذا قطاع مهم. نعم. في الاقتصاد. سيد أسامة، كيف ترى الأثر الاقتصادي بالنسبة للعارضين والمشاركين في هذا المعرض؟ هذا اللي نتكلم عنه. يعني الأثر الاقتصادي، أول شيء هذا الأثر إن الزراعة لا تنضب خلال السنة، لا تتوقف. يعني عندك الزراعة الشتوية، الصيفية، الربيعية، الخريفية، كذا. وإحنا عندنا القدرة على أن تكون الزراعة موجودة خلال العام. فإذا العارضين هم أصحاب الأراضي، هم اللي اشتغلوا عليها طوال العام، هم الذين ينتجون الآن هذه المزروعات، والتي أعتقد أنها تغطي في الكثير منها السوق المحلي، وأيضا نتطلع أنها تكون أيضا تغطي أسواق مجاورة أخرى. فإذا هي حرفة. نعم. من الحرف الهامة جدا، والتي. نعم. تعطي صاحبها القدرة على تحمل الأعباء المالية، وأن يكون صاحب عمله بنفسه. نعم. الخبير الاقتصادي والاستثماري أسامة معين، شكرا جزيلا لك.